الأستاذ أشرف عبد العزيز والد فريال بطلة العالم. أستاذ أشرف، أرحب بك على شاشة القناة المصرية الأولى. يعني صف لنا مشاعرك بحصول البطلة فريال على ميدالية ذهبية لمصر، أيضا تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اختص بها البطلة في الريال وهنأها بعد حصولها على الميدالية الذهبية. الحمد لله، الواحد إحساسه يعني ما يوصفش، يعني دي حاجة جميلة وحاجة يعني شرفنا وتشرف مصر كلها والعرب كلهم. ولما السيد الرئيس السيسي يدون تدوينة كده ويكرم فيها في ريال، دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا، يعني دي حاجة كبيرة. ويعني عايز أقول له يعني ألف ألف شكر بتاعك، وأنت ما تحركتوش في سبيل إن أنت برضه بتشوف حاجة تانية وهدف أنت بتسعى ليه بقالك أكثر من سنتين. في ريال على مدار سنتين بالظبط، يعني تعبت تعب غريب. فترة كورونا تعبت أكتر لما توقفت المسابقات والحلم بتاعها تأكل شوية وإن هي تشترك أصلا وإن تخش التصفيات بتاعة الأولمبياد، كان مشوار بالنسبة لها كان شق جدا، والحمد لله عديته بمراحله كلها، يعني الحمد لله. إحنا بنتابع دلوقتي يا أستاذ أشرف يعني الأسرة وأنتوا بلحظة إعلان البطلة في ريال بطلة للعالم وحصولها طبعا على الميدالية الذهبية، قد إيه المشاعر؟ يعني إحنا كأننا موجودين معاكم في قلب الصالة بنتفرج على هذه الاحتفالية يعني. الحمد لله، الواحد يعني أنا يعني إحنا كناش مصدقين، إحنا لما الحمد لله إحنا كنا واثقين جدا في ريال، وهي أصلا أدائها الحمد لله بيبقى يعني لما بتكون رايقة ويكون إعدادها النفسي مظبوط بتبقى العملية بالنسبة لها سهله جدا بالنسبه لله، وبتطلع كل اللي عندها، واخد بال حضرتك. فاحنا لما وصلت لغايه الدور قبل النهائي والحمد لله ضمننا على الاقل، كانت